السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزاتي طالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. موعدنا اليوم مع الجزء الرابع من درس القراءة، رسالة إلى سائق متهور من الوحدة الثانية. قيمتنا لهذا الأسبوع وهي التطوع، القيمة الشهرية هي الابتكار. من دروس وحدتنا الشعرية، الوحدة الثانية، درس القراءة، رسالة إلى سائق متهور. النشاط اللغوي، فعل الأمر، الإملاء، الهمزة المتوسطة، الاستماع، جابر عثرات الكرام، الكتابة، خط الرقعة، حرف الصاد والضاد، التحدث، قصة زرقاء اليمامة. ما تعلمناه في الحصص السابقة، هيا نتذكر معا. لقد حددنا الموضوع العام للقصيدة، كما أننا قرأنا النص قراءة إلقاء سليمة ومعبرة، كما أننا فسرنا بعض المفردات الجديدة، واستنتجنا الأفكار الرئيسة لأبيات القصيدة، ووضحنا موقفنا من بعض القضايا المرتبطة بالقصيدة. أهدافنا لهذا اليوم، يتوقع من الطالبة في نهاية هذا الدرس أن تحدد دور الإيقاع والقافية في توفير موسيقى مؤثرة في القصيدة. يوضح أساليب الإقناع التي وظفت في القصيدة، أن تطبق معارفها النحوية التي سبقت دراستها. هيا نستنتج معا دور الإيقاع والقافية في توفير موسيقى مؤثرة في القصيدة. سنجد أن في الأبيات الخمسة الأولى انتهت بنفس الحرف وهو حرف اللام، ويسمى هذا الحرف بحرف الروي وهو من حروف القافية. فعندما قرأنا القصيدة سابقا وجدنا أن انتهائها بنفس الحرف شكل إيقاعا موسيقيا. ونجد أيضا أن الأبيات الخمس التالية قد انتهت جميعها بنفس الحرف وهو حرف الميم. فما فائدة القافية إذن؟ نجد أن فائدة القافية تعد أحد العناصر المهمة التي تميز الشعر عن النثر، أي تفرق لنا النصوص النثرية عن النصوص الشعرية، كما أنها توفر في القصيدة موسيقى مؤثرة. وما دور الإيقاع والقافية في توفير موسيقى مؤثرة؟ نجد أن الإيقاع الموسيقي في القصيدة قد أبرز جمال الشعر والتأثير في المتلقي وجذبه انتباهه. فنجد أن الخمسة أبيات الأولى قد انتهت بحرف اللام، فعندما قال الشاعر فإن التهور يدني الأجل، فقد تتأخر أو لا تصل، ونفذ أوامر خير الرسل، ومعظمهم خائف أو وجل، تظن بأنك أنت البطل. نجد أن الأبيات الخمسة الأولى قد انتهت بنفس الحرف وهو حرف اللام، أما الخمسة أبيات التالية فقد انتهت جميعها بنفس الحرف وهو حرف الميم، حينما قال الشاعر لعل الكسور تثير الهمم، لعلك تلمس منه الألم، حنانيك فالناس لحم ودم، أليست حياتك أحلى نغم، أليس التهور ضرب العدم. نجد أنها انتهت جميعها بحرف الميم، مما أبرز جمال الشعر وأثر في المتلقي وجذب انتباهه. هيا نطبق ما تعلمناه. فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 37 ونبدأ بحل الجزء جيم من السؤال السادس. التركيب الذي يصلح أن يوضع مكان تركيب أحلى نغم في البيت التاسع مع المحافظة على المعنى والإيقاع الموسيقي هو
أهم من كل النعم أم من هذه النعم أم أغلى النعم أم تفوق كل النعم؟ هيا نتذكر البيت التاسع: حباك الإله حياة فصمها، أليست حياتك أحلى نغم؟ هيا نبدأ بأن نزيل الجزء الأخير من البيت التاسع أحلى نغم، ونقوم باستخدام جميع الكلمات حتى نصل إلى الكلمة المناسبة. حباك الإله حياة فصنها، أليست حياتك أهم من كل النعم؟ أليست حياتك من هذه النعم؟ أليست حياتك أحلى النعم؟ أليست حياتك تفوق كل النعم؟ نعم، إن المصطلح الذي أو التركيب الذي يصلح هو أحلى النعم. ومن الأساليب الإقناعية الموظفة في القصيدة أيضا، لقد وظف الكاتب لنا أساليب إقناعية كثيرة، وذلك لأن التهور في القيادة ظاهرة اجتماعية خطيرة، فقد استخدم الكاتب الأساليب الإقناعية لإقناعهم بخطورة هذا التصرف وضرورة الابتعاد عنه وعدم ممارسته، فقد استخدم لنا الأدلة أو الأساليب الدينية. هيا نلاحظ ذلك. الأساليب الإقناعية الموظفة في القصيدة، نجد أن البيت الثالث والرابع قد وظف فيه الكاتب الأدلة الدينية، وذلك حينما قال: ونفذ أوامر خير الرسل. يقصد هنا حديث حق الطريق باب كف الأذى. أما في البيت السادس والسابع فقد وظف لنا الكاتب التجارب الواقعية حينما قال: أما قد ذهبت لقسم العظام؟ فإننا لو ذهبنا إلى قسم العظام سنجد الكثير من المرضى التي تسببت السرعة الزائدة في الحوادث المرورية وأدت بهم إلى قصور عدة في أنحاء مختلفة من أجسامهم. أما قد رأيت قعيدا تهادى؟ لعلك تلمس منه الألم. ونجد أيضا أن البيت التاسع والعاشر فقد وظف الكاتب الاستفهام البلاغي، فهو باستفهامه لا يريد جوابا، بل هو أسلوبا من الأساليب اللغوية يعرف بالاستفهام البلاغي، يريد منه الكاتب التنبيه والتأكيد على أن حياة الإنسان غالية وأن التهور يؤدي إلى إنهاء الحياة. وإذا أمعنا النظر في القصيدة مرة أخرى سنرى أن الكاتب وظف أساليب لغوية أخرى من خلال توظيف لغة الخطاب المباشر للقارئ، مثل استخدام أسلوب الأمر في قوله: تمهل ونفذ وفكر. وأيضا استخدم الكاتب أسلوب النهي واستخدام ضمائر المخاطب وأسلوب النداء في قوله: أيا من تقود الحديد الأصم. كل هذه الأساليب تندرج تحت لغة الخطاب المباشر، هيا نطبق ما تعلمناه. فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 38 ونبدأ بحل التدريب رقم 8. أغلقوا عمل الجهاز وقوموا بحل التدريب بمفردكن، ثم قارنوا معي الإجابات. هات من القصيدة السابقة ما يدل على توظيف الشاعر لأدوات الإقناع الآتية: أدوات الإقناع: أدلة دينية، الدليل من النص. لقد جاء في البيت الثالث
حينما قال الكاتب: ونفذ أوامر خير الرسل. تجارب من الواقع لقد جاءت في البيت السادس عندما قال الكاتب: أما قد ذهبت لقسم العظام؟ تنويع الأساليب اللغوية جاءت في البيت التاسع حينما قال الكاتب: أليست حياتك أحلى نغم؟ فلتقارنوا إجاباتكم معي. الواجب المنزلي صفحة 39 التعبير والمشاركة. استفد من معاني القصيدة ومفرداتها في كتابة 4 إرشادات بأسلوبك الخاص للسائقين المتهورين، موظفا علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة. هيا ننتقل معا إلى تدريب اللغويات. الجزء الأول: أجب بما هو مطلوب بعد كل بيت من الأبيات الآتية: ألف: تمهل فديتك فوق الطريق فإن التهور يدني الأجل. اسم إنا منصوب، يريد مني هنا أن أستخرج من البيت السابق اسم إنا منصوب، فتدخل إنا وأخواتها على الجملة الإسمية، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. هيا نبحث في البيت على اسم لإن. تمهل فديتك فوق الطريق فإن التهور، إذن اسم إن كلمة التهور يدني الأجل. ننتقل إلى الجزئية باء: ولا تتعجل وصول المرامة فقد تتأخر أو لا تصل. المطلوب هنا استخراج فعل مضارع مجزوم، ومتى يجزم الفعل المضارع؟ هيا نتذكر معا. يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأحد أحرف الجزم وهما لم ولا الناهية. هيا نستخرج من البيت السابق: ولا تتعجل، هنا لا الناهية، إذن الفعل المضارع المجزوم تتعجل، فعل مضارع مرفوع، ويبقى الفعل المضارع مرفوعا إذا لم يسبق بحرف نصب أو حرف جزم. هيا نبحث في البيت عن فعل مضارع مرفوع. نعم، إنه الفعل تتأخر. جيم: تمهل وفكر بحق الطريق ونفذ أوامر خير الرسل. المطلوب هنا استخراج مضافا إليه مجرورا، فالمضاف إليه هو اسم ودائما مجرور، ويسبق بنكرة وهو معرف، فنجد هنا كلمة الطريق مضافا إليه، وهنا أيضا في البيت كلمة أخرى جاءت مضافا إليه. تمهل وفكر بحق الطريق ونفذ أوامر خير الرسل، فنجد خير نكرة، وكلمة الرسل معرفة، إذن هي مضافا إليه آخر. هيا نطبق ما تعلمناه. املأ الفراغات في الشكل الآتي بكلمات مشتقة من الفعل وصل كما في المثال، فنجد أن الفعل وصل على وزن فعل. يريد مني أن أكمل الجدول بما هو مطلوب، فنجد أن كلمة تفاعل على وزن تواصل، تفعيل توصيل، مفعول موصول، فعول وصول. تعلمنا في هذا الدرس تحديد دور الإيقاع والقافية في توفير موسيقى مؤثرة في القصيدة، وتعلمنا أيضا الأساليب الإقناعية التي وظفت في القصيدة، وطبقنا بعض المعارف النحوية التي سبق دراستها، وأجبنا عن بعض أسئلة النص الواردة في الكتاب المدرسي.
بارك الله فيكن حبيباتي، وإلى لقاء في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.